أهلا بحضراتكم من جديد. يوم 6 فبراير اللي فات عدى على العالم زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا ونتج عنه آلاف الضحايا والمشردين، ولكن بعد حدوث الزلزال أصبح الجميع يشعر بالذعر من تبعاته، خاصة بعد تباين آراء العلماء بشأن حدوث زلزال مدمر مثل زلزال تركيا وسوريا في مصر. فدعونا نستعرض آراء علماء الجيولوجيا حول توقعات حدوث الزلازل في أكثر من دولة عربية. بعد زلزال تركيا وسوريا خرجت تصريحات كثيرة بتشير إلى تعرض المنطقة لزلزال مميت قد يضرب عدد كبير من الدول العربية، وذلك وفقا لتنبؤات عدد من العلماء. ولكن عدة جهات مسؤولة بالدول التي تم ذكرها نفت هذا الأمر، من بينها المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر. ودعونا نبدأ بمصر ونرى كيف توقع العلماء، هل سيحدث زلزال هناك أم لا؟ وأكد رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية جاد القاضي أن مصر آمنة من الزلازل المدمرة ولا يمكن أن تتعرض لزلزال مثلما حدث في تركيا. ووضح أيضا أن مصر بعيدة عن أحزمة الزلازل النشطة المعروفة عالميا، بجانب أن النشاط الزلزالي في تركيا وسوريا بعيد تماما عن الأراضي المصرية، رغم أن بعض محافظات مصر تعرضت لتوابعه وشعر به بعض المواطنين. رئيس معهد البحوث الفلكية أكد أيضاً أن هناك بعض المناطق التي من الممكن أن يحدث بها نشاط للزلازل، وهي خليج العقبة وشمال البحر الأحمر، إضافة إلى بعض المناطق اليونانية والقبرصية وهي بعيدة عن مصر، ولكن يتم الشعور بها دون أضرار أو تبعات. وأكد أيضاً أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ خطة واستراتيجية لمواجهة مخاطر الزلازل، وتراعي ذلك في بناء وتصميم المدن الجديدة وإقامة الجسور والأنفاق، كما تستعين برأي خبراء الجيولوجيا وعلماء المعهد في دراسة التربة التي تقام عليها تلك المدن والمنشآت. طبعاً ذلك إلى جانب أن الكود الزلزالي في مصر يتم تحديثه بشكل مستمر، ويتم اختار مجلس الوزراء به لوضعه في الحسابات في حالة التخطيط للمدن الجديدة وتنفيذ المشروعات. حين كل هذه الإجراءات طبعاً تفادياً لحدوث أي أضرار جسيمة عند حدوث أي زلزال، كما يتم يومياً رصد ومتابعة النشاط الزلزالي للجمهورية والتحليل الفوري لبياناته وتحديد توزيعاته الجغرافية وقوته. ومن مصر دعونا ننتقل إلى تركيا. وقال الدكتور صالح محمد عوض عالم الجيولوجيا العراقي بكلية العلوم بجامعة بغداد إن الأرض بتخضع لقوة جذب من جميع الكواكب، مضيفا أن القمر والكواكب يقومون بسحب الجزء الصلب من الأرض، وهذا هو ما يؤدي لحدوث الزلازل. الدكتور أكد كمان أن الزلازل والهزة الأرضية بتؤدي لاستقرار الأرض، وضح أن الزلازل ليس لها دورة زمنية معينة، وهي طبعا بتكون دورة عشوائية ولا يمكن توقعها بشكل دقيق. وأكد أن الصفيحة التركية بها نشاط زلزالي كبير، وأن الجهد الأرضي سيكون بشكل زائد خلال أيام 27 و 28 فبراير الجاري، وهذا بسبب اقتراب الكواكب والقمر من الأرض، وهو ما يعرض الألواح للانزلاق وقد يتسبب في حدوث الزلازل. يعني حذر من يومي 27 و 28 فبراير الجاري. وتحدث الدكتور أيضا كمان عن نقطة هامة جدا، وهي أن بعض الدول العربية والأوروبية لا تهتم بالمواد التي تدخل في بناء المنازل، وبالتالي تتأثر بشكل يعني كبير جدا بالزلازل، مشددا على ضرورة الاهتمام بالكود الزلزالي في بناء المنازل. وبكده يبقى كل التحذيرات من يومي 27 و 28 فبراير في تركيا. أما بالنسبة لمصر فهي آمنة من الزلازل، وده أيضا اللي أكده الدكتور محمد عز العرب أستاذ مساعد الشبكة القومية لرصد الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. حيث نوضح أن مصر لم تتأثر بالزلازل الذي ضربت تركيا وسوريا، وأشار إلى أن الزلزال يعني هو وضع جيولوجي بعيدا تماما عن مصر. وضح أن أخبار تعرض مصر لزلزال قادم هو موضوع يصعب الحديث عنه وتوقعه بشكل دقيق، مؤكدا أن النشاط الزلزالي في مصر متوسط، وأن آخر زلزال ضرب مصر كان بقوة 5.8 على مقياس ريختر، وهو متوسط القوة وأضراره متوسطة على المواطنين والمباني.
خلينا نوضح كمان أنه لا يمكن توقع حدوث زلزال في مصر، والتوقع بحدوث زلزال هو أمر غير وارد وغير موجود علميا، وإذا تم الاستعداد من مباني ووعي وتصرف خلال قدوم أي زلزال لمصر هيمر كأنه لم يحدث شيئا. دي كانت تغطيتنا وحول إمكانية حدوث زلازل في مصر أم لا، أو حدوث زلازل في تركيا. طبعا بنرجو من الله أن يسلم مصر من أي مكروه ومن أي شر، وطبعا بنتمنى أن كل التوقعات بحدوث أي زلزال مدمر في مصر تكون طبعا توقعات غير صحيحة زي ما أكد المسؤولين في مصر. نشكر حضراتكم جدا على المتابعة وإلى اللقاء.